أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا دائما من مدينة القنيطرة، بالضبط من أمام محكمة الاستئناف. كنستقبلوا في هذه اللحظات الأستاذ نودي محمد، محامي بهيئة القنيطرة. أستاذ اللي خدع العاتق دياله ملف فتيات وزان، الفتيات التي يضرب لهم ألف تحية على الشجاعة ديالهم بالتبليغ على هذاك المجرم البيدوفيل. أستاذ كنشكروك على التفاني ديالك في العمل الحقوقي ديالك، ولا في العمل ديالك كمحامي، والإنسانية ديالك أنك تأخذ على العاتق ديالك الملف ديال فتيات وزان. اليوم جيتي بالصدفة، تلقوا معك الناس، بكوا عليك، طلبوك، وقررتي أنك تدخل لهذا الملف. دخلتي يا أستاذ، اللي غنسولك عليه أول ما دخلتي شنو كان الانطباع ديالك كحقوقي ومحامي من اللي دخلتي للجلسة ديال الاستماع؟ كنشكركم أولا قناة صوت العدالة اللي ألفنا دائما أنها تكون في الصدارة وفي الواجهات لتناول القضايا اللي ذات الصلة بالقضاء وبالعدالة، ويعني ذات الصلة بما كل ما هو حقوقي. بخصوص القضية التي تكلفت بالدفاع عنها، وفعلا يعني المسألة جات غير بمحض الصدفة، وهذا كيبقى من يعني أبسط واجب بالنسبة لي كشخص متشبع بالحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وكونيا، وبحكم التجربة ديالي اللي خديت في تناول بعض القضايا مثل هذه، يعني ما ترددتش، لأن المسألة فيها مساس خطير بواحد مجموعة ديال القيم، القيم اللي هي قيم أخلاقية وقيم دينية وقيم مجتمعية، اللي احنا أحرى يعني اللي تنكونوا في الصفوف الاولى ديال الدفاع على الطيف الحقوقي وعلى الحقوق الانسان بشكل عام، اننا نتصدوا لها، واننا نكونوا في طليعه يعني المدافعين عنها، يعني حتى تبقى هذه القيم وهذه الاخلاق وهذه المبادئ يعني هي الركائز والاعمده اللي كينبني عليها المجتمع ديالنا، وخاصه لما يتعلق الامر بالناشئة يعني بالأطفال. هادو طفلتين يعني في عمر الظهور، في مقتبل العمر، يعني شيء لهن يعني أنهم المدرسة ما تكونش عندهم في البلاصة فين تيسكنوا، في المنطقة ديال عيون دفالي. وبالتالي هذين الطفلتين كغيرهن من أو كغيرهم من الأطفال كيضطروا للتنقل صباحا ومساء للمؤسسة اللي كتبعد تقريبا 10 الكيلومتر على المكان فين تيسكنوا. وبالنسبة للنقل المدرسي اللي يعني اللي دايره الجامعة، خصها الجامعة لهاد الأطفال، يعني ما كيمشي إلا مرتين، يعني في المساء وفي الصباح وفي المساء، وبالتالي كيضطروا هاد الأطفال هادو باش يبقاو تما واحد الفتره اللي هي طويله، وخاصه اذا كان عندهم مثلا بعض الاوقات اللي هي فارغه ما فيهاش حصص دراسيه، كيضطروا باش يبقاو تما يتناولوا حتى الوجبه ديال الغداء تما. هاد الطفلتين هادو ما لقاوش حسن من واحد المكان اللي هو واحد الباحه ديال واحد المستوصف تما موجود في هاد المنطقه هذه، كانوا كيمشيو كيلجؤوا ليه باش انهم اولا لكون المكان كيعتبروه امين، وكيعتبروا ذاك المكان ربما مفضل باش انهم حتى بعيد عن الاعيون باش انهم يتناولوا الماكله ديالهم في هدوء. بطبيعه الحال كاين هذا الشخص هذا اللي هو دابا متهم واللي هو معروض على انظار القضاء دابا حاليا، يعني بحكم انه انسان مسن، يعني سنه تجاوز 60 وكبير في السن، وتبدو عليه على انه هاد البنيتات هادو راه يعني هو في العمر ديال الجد ديالهم، لان البنيتات ما كيتجوز العمر ديالهم ما بين 14 15 سنه، هذا هو العمر ديالهم. وبالتالي يعني غيعاملهم معامله ديال الاب ديالهم، ديال جدهم، ديال يعني صعيب جدا اننا نتقبلوا ان شخص مثل هذا واللي يفترض فيه الامانه، لانه كيشتغل تما كحارس امن، يفترض فيه الامانه والصبر، يكون هو حاري وحريص على الدفاع، هو الا كان شي حاجه غادي يتعرضوا لها هاد البنيتات هو اللي دافع عليهم، هو اللي بعد عليهم الاذى.
فائده بهذا الشخص هذا في لحظه يعني بعد ما نال الثقه ديال هاد البنيتات اللي كانوا كيعتبروه بحال الاب ديالهم وكيعملوه على هذا الاساس هذا، تحول في لحظه الى ذئب بشري يعني اغتنم فرصة اختلائه بهما وعمد إلى اغتصاب طفولتهن واغتصاب كل طفولة. يعني ملي كتغتصب واحد الطفل بهذه الكيفية هذه راه الطفولة كلها كتعتبر تغتصبات. بطبيعة الحال هاد البنيت هادو هما زويجات فاطمة الزهراء وآية، يعني لجأ لواحد الوسيلة ديال أنه باش يستدرجهم بالطريقة اللي كترضي النزوات ديالو، أنه رسل وحدة قصد إحضار بواحد المشروب غازي لينفرد بالأخرى، وفعلا قام بالانقضاض عليها في غفلة منها لأنها لم تتوقع هاد الفعل من شخص اللي كتعتبره بحال الأب ديالها ولا بحال الجد ديالها، وأرغمها على ممارسة على الاغتصاب، أرغمها على اغتصابها بطريقة اللي هي جد 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 بشعة، ولا دل على ذلك الأضرار اللي هي موصوفة في الشهادة الطبية وحتى المناظر التي من ذلك، مثلا كثرة الدم اللي خرج من رافق العملية هذه ديال الاغتصاب، انه اسرعت هذان الطفلتان الى الانتقال الى الطبيب، والطبيبة التي شفتهم ومكنتهم من شهادة طبية بالرفقة ديالو هو اللي كان داهم. طبيعة الحال هذه مع الاسف الشديد ان هذا الشخص هذا باش كيبان على انه انسان راه ماشي سوي وماشي سليم، انه كتحركوا الغرائز ديالو والنزوات ديالو، انه يعني اغتصب البنيتات ومشى معاهم باش الطبيب باش انه يديروا الفحوصات وباش يداويهم، يعني اعتقادا منه على انه بمجرد انه ما يقوم يعني بشراء الادويه وانهم يغريهم بشي حاجه من داك الشيء اللي كان كيغريهم مثلا اللي ربما كيشوف على انه ممكن يتغراو به، صافي المساله غادي تطوى هكا. ولكن انا كنحيي البنيتات تبارك الله عليهم بعد الجراه ديالهم وبهذه الشجاعه وبهذه الفطنه اللي تحلوا بها انهم سلموا الشهاده الطبيه من طرف الطبيبه اللي شفتهم، ومباشره بعد ذلك قصدتا المركز ديال الدرك الملكي المحلي وابلغ على هذه الجريمه الشنعاء، والدرك الملكي بطبيعه الحال مشكورين قاموا بما يتعين والقوا القبض مباشره على المتهم على الجاني، ويومه عرض على انظار السيد الوكيل العام والذي بدوره قرر احاله هذا الاخير على انظار السيد قاضي التحقيق، والسيد قاضي التحقيق ارتأى بعد استنطاقه ابتدائيا ان يؤجل النظر او استنطاقه تفصيليا الى جلسه 31/5/2022، قصد استنطاقه بطبيعه الحال تفصيليا. اليوم كذلك تم الاستنطاق او الاستماع الى الضحيتين الطفلتين بحضور دفاعهما عبد ربه وكذا بحضور اولياء والديهما، ما افضي به الطفلتين وبصراحه مرعب ومقرف ولا يمت للآدمية باي صله، لان تصوروا معي ان الطفلتين معا يعانيان من مضاعفات ديال هذا الاعتداء، هذا يعاني من مضاعفات اللي هي خطيره نفسيه وجسديه، ولكن النفسي ارى على انه النفسي ابلغ واعمق، لانهما محتاجتين للدعم النفسي، محتاجتين للمؤازره النفسيه، محتاجتين يعني حتى المسانده ديال الوالدين، اعتقد على انها قاصره، ان اي الوالدين راه مساكن تيبذلوا الجهود ديالهم باش ان الطفلتين يعاودوا ياخذوا التوازن ديالهم النفسي، ولكن ان هاد الطفلتين هادو ولا بد خصهم يتعرضوا على اخصائيين في الطب النفسي باش هكا يعني يمكن هاد البنيتات هادو يعاودوا من جديد ويقدروا يوصلوا للمسار الدراسي ديالهم، لانه كل مره تهضر معاهم انا تقول لك لا ما بقيناش قادرين نمشيو للمدرسه، علاش؟ لان الاقران ديالنا والبنات اللي بحالنا تيشوفوا فينا، تقول لهم انا لا، راه انتم بالعكس انتم ابطال،
انتم قدرتوا تقولوا وتخرجوا من واحد الطابو وواحد الحاجه اللي هي مسكوت عليها ربما تعرضوا ليها ابنات غيركم كيف ما افضوا ليا انه كاين بنيتات اخرى كانوا كيمشيو لنفس المكان وغالبا غادي يكونوا هما تعرضوا لنفس ما تعرض له هذه البنيتات هذو. بالفعل استاذ فالاخبار اللي وصلتني انا قبل ما نبدا هذا الملف ملي عيطوا عليا وتيحكيوا لي على هذا الملف هو ان ست الفتيات اخريات هادو تيقراو مع هاد البنيات هما 8 كيقراو في نفس المدرسه تعرضوا من نفس الشخص للاغتصاب. كذلك وحده اللي عندها اضطرابات نفسيه اللي ما كتقراش من المدرسه تعرضت قبل من هاد الفتيات واللي كانت كتحكي هاد الشيء تماك في الدوار وحتى شي حد ما كيصدقها تيقولوا هذيك راه حمقه ما تدوش عليها هي تسعود الفتيات. والمفرح في الامر اللي وصلني قبل لحظات ما نسجل معاك هو ان بدات كتقاطر الشكايات على مركز الدرك الملكي من طرف الاباء ديال هاد الفتيات فالناس وعات لخطوره الامر وبدات كتقاطر. السؤال عندي هنا واش الاستاذ مستعد انه يدافع على هاد الضحايا ديال هاد البيدوفي؟ لا هذا التزام اخلاقي والتزام يعني مهني انني يعني هاد الملف هذا غادي نرافع فيه بكل ما اتوتي من حول وقوه يعني حتى وصلوا هاد البنيتات هادو ياخذوا وان هاد الجاني هادي ياخذ الجزاء ديالو. وهاد المساله ديال هاد البنيتات هادو يعني انهم كانت عندهم هاد الشجاعه ربما فعلا هاد المساله دابا ربما اخريات عاد غادي يحسوا بانهم غيتخلصوا من داك العقده ومن داك الخوف وغادي يكسروا هاد الطابو هذا وغادي يمشيوا للقضاء. اكيد ان هذا الملف هذا اتوقع لانه غادي يزيد ياخذ ابعاد اخرى وغادي يكونوا فيه ضحايا اخرين اتوقع. وانا دائما على استعداد لانني باش هذا الملف هذا ناخذوا يعني اي ضحيه كان ضاف لهاد البنيتات هذو انا غادي نترافع عليه ما كاين حتى. نشكرك في هذا الباب هذا استاذ. في التحقيقات عند الضابطة القضائية في الدرك الملكي كتقول لي الأم أن الجاني كيعترف على ما اقترفه مع هاد البنيات واش كيعترف حتى أمام قاضي التحقيق؟ على كل حال كتبقى السرية هي الأصل أمام السيد قاضي التحقيق وحنا كدفاع ملزمون على أننا من هاد السرية هذه نحافظوا عليها إلى أن ينهي السيد قاضي التحقيق يعني بقرار يعني إحالة الملف على غرفة الجنايات. ولكن على كل حال يعني الظاهر من الملف ومن يعني من ما المحيط ديال الملف والحيثيات ديالو على الافعال يعني كتبقى اللي هي ثابته لانه هاد البنيتات هادو شنو اللي غادي يعني الهدف ديالهم ولا المصلحه ديال اللي غتحركهم على انهم يمشيو ويقصدوا خاصه وان الفعل يعني هو ثابت بمقتضى شهاده طبيه اللي كتفيد على ان فعلا ان هاد البنيته تعرضت لاغتصاب يعني بواحد الطريقه اللي هي وحشيه الطريقه اللي هي ما لا تمت الى الادميه بصله. وكنتوقع لان القضاء بما عهد به من حنكه وتبصر انه لن تنطلع عليه يعني اي من الاكاذيب وحتى مثلا اذا انكر امام يعني المتهم من حقه باش ينكر امام القضاء ولكن في اطار الدفاع عن مصلحته ولكن غادي يكون ما هو الا وسيله للتملص من المسؤوليه الجنائيه لا اقل ولا اكثر. الملف غادي ياخذ المسار ديالو عادي والمحكمه هذه الملفات هذه تنعرف انهم تياخذوها بالحزم اكثر من باقي الملفات لان المساله تمس الناشئه تمس الطفوله تمس المستقبل ديال البلاد. واخا استاذ عندنا واحد السؤال انت كحقوقي دابا غنهضر معك كحقوقي واش ما كتشوفش ان هاد الظاهره تفشات بزاف وشنو الاسباب ديالها من منظور الحقوقي عندكم جو؟ وعلى كل حال هي الاسباب اسباب متعدده واسباب ابنيويه. اول حاجه هو يعني الوازع الاخلاقي والوازع الديني يعني انهار بشكل تام وهاد المنظومه ديال الاخلاق وديال المبادئ اللي المغاربه يعني كبروا فيها اجدادنا وكبروا فيها والدينا وكبروا فيها يعني غادوا كتنضاطر ربما المسؤوليه هنا تتقاسمها واحد العدد ديال الجهات منها يعني ما هو تربوي المدرسه
ما هو أسري للآباء، المسؤولية ديال الآباء وديال 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 الوالدين، وما هو المسؤولية ديال الدولة يعني بالمؤسسات ديالها ديال الرعاية وديال توفير التعليم الجيد وتوفير التربية اللي هي الممتازة وإعطاء يعني الناشئة واحد الدعم واحد الاهتمام اللي يكون أكبر باش أننا يمكن لنا أن نتجو يعني واحد المنظومة أخلاقية يعني نتصدوا بها متوازنة، نتصدوا بها لكل المؤثرات اللي يمكن تسيء لمجتمعنا. شكرا لك استاذ، وكنشكروا فيك حتى انت الشجاعه ديالك انك كتوقف ملفات بحال هكا. اعزائي المشاهدين، فلازلنا في مدينه القنيطره ومازال عندنا تصريحات اخرين مع الاباء ديال الاطفال اللي ديال هاد الطفلات اللي تم الاغتصاب ديالهم بالطريقه الوحشيه، وغنبقاو متبعين هذا الملف الى اخر رمق ان شاء الله. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، الى اللقاء.